حتى إذا طلع النهار لم يبق في البساتين سوى جثث سود محترقة، وبدا أن كل شيء قد انتهى إلى الفناء. سعيد حوراني، شتاء قاس آخر 1964 ميلادي. أهلا يا فاتح، شكرا كثير. تفضل. شبك ليش هيك صفلان فيني؟ مدام ماشي ضغط عليك بسؤال. تفضل. مدام نحن حبيناك وعرفناك باسم ضرة، مضبوط قصة عتاب الباري؟ شو؟ منين جبت هالاسم؟ في مطربة اسمه غصون عاملة فيديو عم تسبك وحاكي هالكلام. طيب شكرا. اسمها الحقيقي عتاب الباري، وبالآخر جمهوري الحبيب، لا يصح إلا الصحيح. أشد شو هالحكي؟ إن شاء الله قال اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. هلا بعد كل شيء عملناه هاشم يدري فيكي هيك؟ لا إله إلا الله، سكر مو وقت الندب واللطم. هلا لسه ما أدري الزلمة، ما بدا كل هالشيء وممنوع يدرى. هلا المنيح بالقصة إنه أخوكي ما له علاقة لا بالموبايل ولا بالإنترنت. استني حتاب دقيقة. استني معك، بس أنا خايفة يعرف من حدا من الناس. مزبوط، معك حق. اسمعي، بدك تحبسيه بالبيت، ممنوع يطلع برات البيت، كيف وشلون ما بعرف، لبين ما لاقي حل. الله يخليك يا سكر، هي طالبته منك. ايه هي علينا، هل من كتر ما رتيناك يا قربي صار ما فيك مغز ابري. روحي لشوف شو بدي ساوي. روحي. مع السلامة. شو بدي ساوي؟ أبو جبران، والله شغلت اللي بالي، يعني راح أضل ساكت هيك؟ قل لي خير، شو بدك من بشير؟ استعجل شوي، لأنه كلمتين اللي بدي أقول له إياهم وجاي على بالي عيدون. تمام.